الفتول، الكاراكو، أبزيم وغيرها، أزياء وحلي من رموز التراث الجزائري العريق، تنزل ضيفة هذه الأيام على أروقة قصر الثقافة. قطع مصنوعة بأنامل قرابة 60 عارضا يشاركون في الطبعة 9 من المهرجان الوطني لإبداعات المرأة. حرفيون يسعون للحفاظ على هذا التراث الجزائري الضارب في الزمن وضمان بقائه جيلا بعد جيل. لازم يكونوا هكذا دي زوكازيون وين الناس يجوا يشوفوا اللي كاين مازال تصنع ومازال باش يقدروا يحافظوا عليها. الجيل اللي راهو جاي لازم يتخدم، لازم يشوفوه الناس، ولازم البنات يجوا يحبوا يتخدموه. حنايا واش الهدف تاعنا؟ نخليو الصنعه تاعنا ما تموتش، لازم نحيوها، سيتو لا بغودري القديمه تاع لا بغودري داجيل، لازم نوريوها ونعلموها الجيل للجيل. طبعة هذا العام من المهرجان التي تحمل عنوان الأزياء والحلي موروث حضاري عبر التاريخ، خصصت جناحا لمعرض أكاديمي يستعرض جذور وتاريخ اللباس والحلي التقليدية الجزائرية بكل أنواعها. معرض من شأنه إبراز أصالة الأزياء والمجوهرات الجزائرية وكذا صد محاولات سرقة التراث. المعرض الأكاديمي اللي هو عبارة عن ألبسة تقليدية يعني اللي نلقاوها في الكتب التاريخية وغتخاص فريمون ليستواغ تاع لو كوستيم الجيريان يعني من فترات القديمة، وكما يعني نعرفوا حنايا تاريخ الجزائر قديم جدا، فهو حافل بكل ما فيه من حلي وألبسة قديمة تعود للفترة القديمة وتعود للفترة الإسلامية وتعود للفترة الحديثة. المهرجان الذي يضم أيضا معرضا تفاعليا للحرفيين المشاركين إلى جانب ندوات ومحاضرات سيفتح أبوابه للزوار إلى غاية 17 مايو المقبل كفسحة للقاء الإبداعي بالأصالة.